ما كنتش اعرف انه ممكن ان احنا نبحث عن يعني الاصل الجيني لينا، وان اي حد فينا يحاول ان هو يعرف. طب انا، ما انا عارفه ان انا مصريه ابا عن جده عن جده عن كذا، لكن احيانا كتيره بيبقى في العائلات عروق اعراق اخرى، يعني دخل علينا، وفي تاريخ الشعوب عموما يعني دخل علينا الاتراك، دخل علينا الانجليز، الفرنسيين، الفرنساويين احتلونا، كل ده عمل برضو خليط، اليونانيين، الهكسوس، يعني مئات السنين من الاحتلال في مصر اختلطت فيها العراق بأجناس أخرى. تريفينا باسيلي بنت عندها، فتاة عندها 25 سنة من محافظة الغربية، عندها ليسانس حقوق، عايشة مع جوزها في وأبنائها في استراليا من 5 سنين، معرفش ليه فكرت إنها تشوف الدي إن إيه بتاعها وتشوف هي يعني العرق بتاعها ايه، هل هي متطابقة مع العرق المصري ولا لا. انا حاول افهم قصتها، ومعانا هي معانا دلوقتي الساعة 6 الصبح، وهي معانا عبر زوم من استراليا، والساعة 6 الصبح. تريفينا مساء الخير. مساء النور. قولي لي انت فين اولا؟ في استراليا. انا عشت ملبورن. ملبورن. تريفينا، ايه الحكايه؟ ايه اللي خلاكي تعملي التست ده، البحث ده؟ جبتي الفريق اللي عمل لك البحث ده منين؟ ايه القصه؟ هو يعني انا كنت عايزه، سمعت يعني عرفت ان في حاجه اسمها دي ان اي تيست بيجيب الاصول بتاعت الشخص، بيجيب كل يعني كل تاريخه تقريبا، بيقول له هو انت اصلك منين، لو في جنسيات بلاد مختلفة أعراق مختلفة، كل ده بيبان. فكان الموضوع بالنسبة لي بصراحة يعني فضولي، عايزة أعرف إيه القصة يعني. بس فكان الموضوع شاغلني بقى ومهتمة قوي، وعمالة أقول مارك جوزي يا ترى هيطلع إيه بتاع. من كتر ما كنت أنا مهتمة فهو قرر إن هو خلاص جابهولي، عملها لي مفاجأة يعني انبسطت جدا بصراحة. بس عملت التست، هي الموضوع بسيط، هي بتيجي كت معاها طريقة الاستخدام، بتيجي بالبوستة، وبعدين بستعملها بمشي يعني بمشي على الخطوات، وبتتباع التاني بالبوستة، وبعدين بتجيلي النتيجة بعد كده. بس عملته وطلعتي النتيجة، وطلعتي إن أنا من مصر ومن الدلتا وتمام. قولي لي انت وبعدين يعني الاول، اشرحي لي الاول كده، ده بلاد تيست مش كده؟ الدي ان ايه ده لا بتعمليه لا ازاي؟ لا، ما كانش بلاد تيست، كان باللعاب سلايفا. اوكي، باللعاب. وبتعملي التيست ده بتبعتيه لمين بقى؟ بعتي عملتي تيست مع مين؟ هل في استراليا ولا مع جهة اخرى؟ هو في شركات كتير بتعمله، فيعني هو مارك اللي عمل جوزي، يعني هو اللي اختار الشركة دي، واحنا بنبعت للمعمل بتاعهم. هما بيبقوا حتى كاتبين الكات دي لما بتيجي بيبقى مكتوب عليها العنوان اللي هترجع ليه. بس فأنا مشيت على الخطوات اللي هما طالبينها بالظبط وبس كده. خد وقت قد ايه بعدين يا تريفينا لحد ما جات لك النتيجة؟ متهيألي من 6 لـ 8 أسابيع على ما أفتكر. النتيجة لما جات لك، جات لك قالت ايه؟ قالت إن أنا مصرية من الدلتا. يعني ابتديت بقى أقرأ، كان ريبورت كده بصيت عليه، بس كان في ديتيل صغير قوي قوي كده كان بالنسبة لي مش واضح أو ما كانش مفهوم، فحاولت أفهم من حد يعني ممكن يكون باحث في المجال ده، خبير في المجال ده، مهتم بموضوع الـ DNA. فابتديت ادور على حد، لقيت ناس كتير بصراحه في كل حته في العالم مهتمه بالموضوع بتاع، بس لقيت مهندس محمد هو حد يعني مصري، ويعني ممكن اتواصل معاه وهيبقى فاهم، يعني هبقى سهل ان انا اتواصل معاه في الحته. انا بدور على اصولي المصريه او ايا كان يعني، فانا كنت حابه ان انا اتواصل مع حد من مصر يعني.
بس وصلت له وسألته على الجزء اللي أنا كنت عايزة أعرفه يعني، ورد عليا خلاص اللي هو قاله لي، قال لي إن الداتا اللي عند الشركة اللي أنا عملت معاها هي المصريين دلوقتي في العصور دي، العصور اللي إحنا فيها، إنما الداتا اللي هي بتاعت الـ Ancient Egyptians المصريين القدماء هي مش موجودة في الداتابيز بتاعت الشركة اللي أنا عملت معاها التحليل. وبعدين بس الكلام ده من فترة، من كذا سنة يعني، وبعدين من قريب خالص هو قال لي على موضوع البروجكت اللي هو عامله، إن إحنا بنجمع المعلومات أو التحاليل بتاعت أكبر عدد من المصريين علشان نعمل قاعدة بيانات خاصة بينا في يعني في مصر، او يبقى عندنا كل ما التحاليل دي بتتعمل اكتر كل ما النتائج بتكون احسن، كل ما بنكتشف حاجات اكتر. طيب، فهو ده اللي كان فعمل حابب التحاليل يعمله يعني. اللي وصلتك بقى انه النتيجة اللي هي انه انت تنتمي ايضا، يعني يصل بك العرق الى مصر القديمة ومئة بالمئة. هو ما عملليش التحاليل دي، هو اخد الرو داتا بتاعتي اللي كانت طلعت من الشركة اللي أنا عملت معاها التحاليل، وقارنها بالسورس اللي عنده، المصدر اللي عنده اللي هو الداتا بتاعة المصريين القدماء. هو قارنها فلقى النتيجة دي وبلغني بالنتيجة. أنا قبل كده أنا ما كنتش أعرف أي حاجة عن النتيجة دي، ولا كنت أعرف المومياوات اللي عنده الداتا بتاعتها هي من أي عصر، عددها قد إيه، ما كانش عندي فكرة عن أي حاجة من الكلام ده. بس هو فاجئني بقى بالنتيجة دي وقالها لي، وكانت حاجة طبعا يعني قال لك ضخمة ايه بقى؟ قال بالنسبة لك لي. ايه يا تريفينا؟ قال لي بالظبط إن أنا الداتا بتاعتي متشابهة جدا، قريبة جدا من الداتا اللي موجودة، يعني الداتا بتاعت المومياوات اللي من العصر الصاوي. قال لي انت النتيجة بتاعتك قريبة جدا جدا جدا، وقال لي احنا عملنا تحليل لناس قبل كده كتير، بس انت النتيجة بتاعتك اعلى نسبة، وانا متفاجئ ان انا يعني لقينا نسبة زي دي. فوقتها استأذني قال لي لو ما عندكش مشكلة ان انا بس حابب احطها على الجروب، هو التيم بتاع يعني اللي معاه والناس بحس انهم مهتمين بالجزء بتاع فانت اكتشفتي ان انت الدي ان ايه. اكتشفتي ان انت جدتك العليا قد تعود الى فراعنة هذا العصر. بالظبط مشاعرك بالظبط، كانت ايه بقى الاول؟ انبسطت جدا يعني، اتفاجئت هي مفاجأة، انا حاجة ما كانتش يعني في بالي، وما كنتش اتخيل ان انا ممكن اوصل لحد يعني حاجة قديمة قوي كده. فطبعا كانت مفاجأة طيب، رهيبة وعظيمة بصراحة. خليكي معاكي معانا يا تريفينا، مهندس محمد عبد الهادي الباحث في علم الوراثة والتاريخ. ممكن تشرح لي أولا، يعني هل حضرتك متخصص في هذا العلم؟ هل عندك يعني ماذا تفعل؟ يعني إيه بالضبط مجال تخصصك؟ يا اهلا بحضرتك، ان شاء الله ربنا بخير. هو الاشكاليه في ان هو التست نفسه لما بيتعمل من بره احنا بناخد منه الروب داتا بنقارنها مع التيم، يعني احنا مش احنا فريق بنكمل وراء الدراسات المتخصصيه، لكن احنا مش فريق بنطلع دراسه، يعني احنا جهد تطوعي وبحث تطوعي بنفسه. فالجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها هو ايه؟ الدراسات الجينيه المختصه لما بتيجي تقارن مثلا ما بين المومياوات الحاليه المتوفره، وتيجي تقارن ما بين الداتا سيت بتاعت الايجيبشنز الحاليين المصريين، بتدي ان في استمراريه، بس احنا مش عارفين ملامح الاستمراريه دي. هو بيبقى تم مثلا جمع عينه عشوائيه من منطقه ما، العينه دي فيها استمراريه مع القدامى مش فاهمه، بس غير هو يعني في استمراريه، بس المبادره اللي احنا عاملينها مختلفه شويتين، بحيث ان احنا بنجمع الداتا بتاعت الشركات من بره وبنقارنها وبننزل النتائج. والله الفحص الفلاني فحص ولا عنده نسبة من المصريين القدامى بنسبة كذا، الفحص اسمه كذا، شكله كذا، اصوله كذا من مصر، وده بيفيدنا جدا على اساس ان احنا لما نيجي ننزل النتائج ديت بعد ما نقارنها نرد بقى على الافروسنتريك اللي بيشكل في التاريخ ده. زي ما انت حضرتك مبادرة تطوعية بنجمع الداتا سيت من فانتوا مختلف داتا كله. انا بتعملوا داتا اناليسس، يعني بتعملوا بالظبط، ايوه تحليل بيانات
ليه طب انتوا جايبين منين البيانات والدي ان ايه بتاع المومياوات مثلا؟ المومياوات يا استاذه لميس موجود الدي ان اي بتاعها من دراسات فحصتها وبتقدمها للمجتمع البحث، فبالتالي اي حد يقدر يجيب الداتا بتاعتها بيقدر يقارنها بالجينات بتاعتها اللي بتحصل، فتعرف ان الحمض الوراثي بتاعك مثلا اللي انت بتعرفه من اجدادك يتشابه او يختلف عن المومياء دي. طيب لو يختلف بتعرف برضو الوراثه المختلفه منين؟ هل اللي داخل مثلا كانت اصول عربيه زياده، كانت اصول من اوروبا، من تركيا، من المناطق دي كلها. الحقيقه احنا اكتشفنا كان العدد المشارك من بدايه الاول في 2018 ونزل لهم واحد واحد في جروب، اكتشفنا ان في استمراريه كبيره ما بين المصريين سواء مسلمين او مسيحيين. اكتشفنا كمان ان حتى بعض المجتمعات في مصر زي مثلا المفروض مجتمعات بدويه يعني تتزوج من داخلها من داخل القبيله الواحده، لكن حتى هم كان فيهم ايجيبشن انسستي بطريقه ما جايه من المصريين القدامى بنسبه تصل ل 30%، وده كان شيء مفاجئ لنا جدا من شخص فحص من الفيوم. انه ايه؟ معلش ممكن تعيد المبادره الجمله تاني؟ ايه المفاجاه اللي كانت بالنسبه لكم؟ ان حتى كل المجتمعات اللي في مصر يعني حتى المجتمعات البدويه لما فحص شخص منهم متطوع بالنتيجه الخاصه بتاعته الرو داتا في الجيناتيك تولز بتاعتنا، لقينا ان حتى هو رغم ان هو بدوي لان في ما يصل ل 30% تقريبا اصول من مصر القديمه المفروض انه يتبع قبيله زي اهل الباديه ككل، الزواج بيكون داخلي ما بينهم، فوجود المصريين القدامى حتى فيهم كان شيء مفاجئ وشيء في نفس الوقت يعني يعزز انتماء مش بس اهل الوادي لا، لكن حتى في المجتمعات اللي حواليهم عن طريق الزواج وورث الاصول المصريه القديمه في الموضوع. الحقيقه ان زي ما دي قلت دلوقتي مبادره مهمه جدا. انتوا بقالكم قد ايه بتشتغلوا على القصه دي يا محمد؟ احنا لسه بادئين على فكره من شهر بس، انا كنت داخل، وعلى فكره احنا باحثين مش بالشكل المختص، بنستخدم حاجه اسمها جيناتيك تولز، الجيناتيك تولز دي بتبقى متاحه في الدراسات نفسها لاي حد عايز بعد ما فحص الرو داتا بتاعته من الاوتوسومال يفحص بيه. الفحص نفسه اللي بيتم بره في الشركات دوت بالمناسبه يتم استعماله حتى في الامراض، الدراسات المرضيه اللي بتحصل من بره زي مثلا لو حد عايز يقارن حاجه، فالداتا اللي بتتاخد من الشركات بتبقى نوعا ما دقيقه، بتبقى معبره عن الاصول الوراثيه، فبالتالي لما احنا بنيجي نقارنها بتطلع النتيجه، ده في الجانب التقني شويه. بخصوص الفريق بتاعنا فاحنا المبادره كان قائم عليها ناس كتير، انا بس نوعا ما بتكلم باسم المبادره حاليا لاني انا اللي كنت نشرت النتيجه بتاعت تريفينا وانا اللي كنت اخذت منها الداتا وانا اللي كنت كمان دخلتها في الجينيتك تيستنج. يعني انا بحييكوا جدا لهذه المبادره، خاصه انها فعلا بترد على كتير من الاعتداءات على الحضاره المصريه من الافرو سنتريك والمحاولات لاغتصاب الحضاره المصريه. انت بتقول انه المصريين فضلوا مكملين للاخر، يعني حتى لحد تريفينا اللي هي موجوده في استراليا، فالمصريين العرق المصري وعرق مصري مستمر يمتد الى المصريين القدماء. تريفينا قولي لي مشاعرك بعد ما اكتشفتي هذا الامر، وهتقولي ايه لاولادك؟ لا هقول لهم كتير طبعا. هو يعني التحليل مش هيغير حاجه بالنسبه لي، انا كده كده مصريه، النتيجة طلعت أنا ممتدة لسنين طويلة زي دي أو لأ، جدودي كانوا مصريين أو ما كانوش مصريين، هو ده مش هيغير حاجة عندي، مش هيغير حاجة جوايا في مشاعري وانتمائي وكل الكلام ده، بس يعني حاسة إن الموضوع لأ هيبقى فيه نظرة كده وإحساس مختلف يوم ما أروح مثلا أي مكان أثري، أدخل أو أروح الأهرامات، لا هحس أكيد 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 في حاجة، مشاعري هتبقى مختلفة تماما دلوقتي يعني، وحاجة You should be proud. Yes, yes. أكيد أكيد أنت proud. شكرا تريفينا باسيلي من ملبورن، وشكرا مهندس محمد عبد الهادي الباحث في علم الوراثة والتاريخ، بيعملوا داتا أناليسس يعني تحليل بيانات ما بين الدي إن إيه بتاع مجموعة من المتطوعين والدي إن إيه بتاع المومياوات. عايزين نبعت لهم الدي إن إيه بتاعنا بقى عشان نعرف إلى أين تمتد عرق